كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ من الناس من يتعامل مع غير المسلمين بالقتل. من منو موي جمنون بان تاو تمنيت نون جي موي نين نيه دال من مي اسلام داو سمات بسب لو داو جي اخذ الاموال السرقه لو كا تاو لوج تروك سمات ربا كي هذا قسم نين كو جي مو فناي قسم اخر من الناس منو موي فناي سين تيت يشارك الكفار في اعيادهم بان تشوروم جي موي نين نيه دال من مي اسلام نو ثنيي رايا رايا ربا في لباسهم تان شلون سمليق بين ربا كي تنظر إليه تظن أنه كافر. بعدين ما تاو بكيف ما عنده تكين نهدا من الإسلام. الصحيح أننا توسط. رم تاو بحق تيجين حتنا قناع. نفي لهم بالعهود. يين بعد سعد نفي. لهم بالعهود التي بينه وبينهم يعني لا تعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. يين من تكربين كموي نكوكي. ومع هذا لا يمكن نشارك هؤلاء في عيادهم واحتفالاتهم او في لباسهم بتوتيمين كيتبرومبرين ក្នុង ការ តំណងល្អ ជាមួយ គ្នា ក៏ដោយ ក្នុង នោះ គឺ យើង ជា អ៊ីស្លាម ដែរ គឺ មិន ត្រូវ ចូល រួម ក្នុង ថ្ងៃ រយ៉ា រយ៉ា របស់ ពួក គេ នោះ ទេ ندعوهم الى الله គឺ យើង ត្រូវ ហៅ គេ ទៅ កាន់ សាសនា របស់ الله نعلمهم نخاف عليهم من النار نقول والله نحن نخاف عليكم ونريد لكم الخير وهو الدخول في الإسلام المسلم لا يغش الكافر المسلم يعني لا يكذب على الكافر يقول له الصدق يقول أنت لو بقيت على ما أنت عليه أنت في النار. نعم برسن بستحق نلوي أبي. داني أين كفوم تكانين؟ كوني أين من جونرو؟ وأنا خاف عليك أريد أن تدخل إلى الإسلام. تايكين خلاك جنتيك يوم جون أين وجون كان سكن الإسلام. لا أكذب عليك لا أضحك عليك. يوم من دخاء أيك يوم من بان سال. ننصح لهؤلاء. តែខ្ញុំត្រូវណែនាំយើងត្រូវណែនាំតរោកអ្នកទាំងអស់នោះណា